اوكي حلو كتير. ممتاز. حيتم انه في الصابون يعني بيكون كتير طري. اهلا فيك، تفضل تفضل. كيفك؟ يا اهلين يا اهلا وسهلا فيك، نورت الصالون كله. شو اخبارك؟ ايه يا اهلين، نورت من زمان عنك. ماشي دون ليكون عم تحلى عند غيري. عم بمزح معك. بعرفك انت بتحب صالوني كتير، وهيدا الشيء بيخليني كتير انبسط، وراح اعطيك احلى خدمة اليوم طبعا اكيد. تكرم عيونك، شعرك كتير طولان. شوف بالله كتير كتير طويل. كرسي، تفضل تفضل، عشان نعمل لك سيرفيس، the best service ever لك. اقعد على الكرسي، اقعد اقعد اقعد، تفضل. ايه خليني ماسك عليك كده. اقعد. هخلي هيدا عشان يحمي ملابسك من الشعر اللي راح نبلش نعمل لك ستايل منه. غير الشعر هلا. شوف انت بتعرف ستايلاتي كتير كتير واو وجديدة ونيو، سو عشان هيك انا راح اخليك اوكي تمام. هلا راح اخليك تكون كتير كتير مبسوط. انت كالعادة تطلع من المحل بتكون كتير فرحان، سو عشان هيك راح اعمل لك ستايل. والله. هلا راح نبلش
الشعر بيطلع كتير حلو. ايوه رزق شوية علي. اوكي تمام.
تمام.
كريم ما بيحتاج. طيب ماني بقدر اعطيك كريم شوي كتير كويس للوش ما بتحب. بدك نعمل لك شاور في معلش ما فيش مشكلة. طيب بدك تعمل شاور في البيت سو نايما زي ما بدك كل شيء تمام. امشي راحة الزبون من مرتلك ونشوفك مرة تانية ان شاء الله. اتفع مع الهندس هناك. ايه طبعا. alright يا اهلا وسهلا فيك. يا اهلا وسهلا. صابون شاي بعد كمان ساعة حضري نفسكم. طيب صابونة في وراها كمان شاي كاتبة بدها تعمل قص. ما شاء الله عندنا كتير زباين هالمرة. إذا قص حلو الزبون بيكون مرتاح فطبعا الزبون رح يرجع مرة مرتين ثلاثة. الحمد لله رزق من ربنا.